هذه السيارة ستقوم بمحاولة قريبة لكسر الرقم القياسي العالمي لسرعة السيارات العادية. الرقم القياسي الحالي يبلغ 271 ميلاً في الساعة. سعر هذه السيارة سيبلغ 4 ملايين دولارات إذا تمكنت من القيام بهذه المحاولة. في فورتيك سنأخذكم في رحلة لاستعراض تقنيات هذه السيارة. أهم شيء في السيارات الرياضية بالطبع هي السرعة. هذه السيارة ستقوم بعمل محاولة لكسر الرقم القياسي في سرعة السيارات العادية على مستوى العالم. قام بتصميم هذه السيارة جون أوكلي. أهلا بك جون، ما هي العناصر الرئيسية التي ستساعد هذه السيارة على كسر الرقم القياسي لسرعة السيارات؟ نبني سيارات بشكل خاص للشرق الأوسط. هذه السيارة على الأخص جاءت إلى المملكة المتحدة من دبي ويتم تعديلها بالكامل. تم تغيير جسمها ليصبح بالكامل من الكربون. هناك الكثير من التغير في الهوائيات، ومن المتوقع أن تزيد سرعتها عن 272 ميلاً في الساعة. إذن العنصر الرئيسي في سرعة السيارة هي العوامل المتعلقة بهوائيات واحتكاك السيارة بالهواء. هل يمكن أن تخبرنا عن بعض التفاصيل عن ذلك؟ نقوم في مصنعنا بإنتاج ألياف الكربون، وهي أخف من المعدن الذي كان يغطي السيارة، ونقوم بتعريض السيارة لطيارات هواء صناعية مثل ما يحدث عند اختبار سيارات فورمولا 1. نستخدم الطيارات الصناعية لقراءة كافة المعلومات المتعلقة بالسيارة، ومن بينها قوة السحب، ونقوم بإدخال تعديلات على الهوائيات والرفارف لمساعدتها على اختراق الهواء والوصول إلى سرعتها القصوى. العنصر الآخر هو بالطبع الموتور أو المحرك الخاص بالسيارة. هل يمكن أن تخبرنا عن التطور الذي أحدثتموه في ذلك؟ هذه سيارة بوغاتي فايرون، عادة يتم تصنيعها بقوة 1000 حصان. قمنا بتعديلات داخلية على المحرك في التوربينات والبرمجة ونظم جمع البيانات ونظام العادم المصنوع من التيتانيوم. ذلك أتاح لقوة السيارة الوصول إلى 1200 حصان و 1580 نيوتن متر، ما يجعلها تدفع السيارة بقوة. العنصر الثالث بالطبع لسرعة السيارة هو احتكاكها بالأرض، فما الذي قمتم به لتساعدونا على تقليل هذا الاحتكاك؟ بعد قوة السحب ووضع الهوائيات، السيارة تحتاج قوة لجعلها تثبت على الأرض. الكثير لا يعلمون أن الطائرات تقلع بسرعة نحو 80 ميلاً في الساعة، لذلك لن تحتاج لسرعة كبيرة للطيران، ونحن نرغب في البقاء على الأرض. لذلك أدخلنا تعديلات كبيرة على العجلات، فهيكل العجلات مصنوع أيضاً من ألياف الكربون بدلاً من الألومنيوم. This is a full carbon fiber barrel of a wheel. انظروا لهذه العجلة، إنها خفيفة للغاية. حاول أن تحملها. Very very light. If you want to hold that. خفيفة للغاية لدرجة أنني يمكن أن أمسكها حتى بإصبعي. عجلات الكربون يصل وزنها إلى نصف العجلات العادية، لذلك فإن المحرك يستطيع أن يدفع العجلات بشكل أسرع، كما أن هذه العجلات توفر استقراراً للسيارة لقوة تماسك العجلات أيضاً بالأرض، ولدينا أنظمة مساعدين ناعمة. هل تعتقد أن سعر هذه السيارة مع إدخال كل هذه التعديلات
سيصبح مثلاً 10 أضعاف سعرها العادي. أنا غير متأكد من موضوع 10 أضعاف سعرها، ولكن إذا كسرنا رقم السرعة العالمي فهناك شخص سوف يشتريها على الفور من صاحبها الإماراتي. فنحن متخصصون في بناء هذا النوع من السيارات الفريدة بضماناتها واشتراطاتها المختلفة، بالإضافة إلى أدائها الفريد. نتوقع أن يصل سعر هذه السيارة إذا كسر الرقم القياسي إلى 3,500,000 جنيه استرليني. إذا كسرت هذه السيارة الرقم القياسي للسرعة سيزيد سعرها عن 4 ملايين دولار.